Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim hudan wa rahmatan lil muhsinin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذه هزوا أولئك لهم عذاب مهين وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين خلق السماوات بغير عمد
وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ